السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناه. اليوم جبت لكم وصفه ديال وجبه الغداء زوينه بزاف، واحد الكغاطان ديال البطاطا كيجي بجوج ديال المكونات، سهل واقتصادي، وواحد الكفته ديال الدنجال كيجي رائع بالشرموله ديال الحوت. ما تخيلوش يعني ما تجي غريبه ملي كنسمعوها، كشرموله ديال الحوت في الدنجال كيجي على شكل كفته، كتجي زوينه بزاف مع الصول في الفران، يعني مقلي بدون نقطه زيت، يعني جد اقتصادي وصحي بزاف. كنرافقو هكا مع واحد صوص باربيكيو في الغداء. غادي نبداو بسم الله في اول وصفه اللي هي صوص بيشاميل، اللي غادي نرافقو بها بكغاطان ديال البطاطا. هنايا خديت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تندوبها، وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الدقيق، يعني معلقه بزاف ديال الزبده مع معلقه ولا جوج ديال الدقيق على حسب التقوليه اللي بغيتو، واش بغيتوها ثقيله ولا خفيفه. الا بغيتوها خفيفه غادي ديروا غير معلقه ديال الدقيق، بغيتوها ثقيله كديروا جوج معالق ديال الدقيق مع معلقه ديال الزبده. صافي كنبقاو هكا كنحركوا بواحد المعلقه ديال الخشب، وكنحركوا مزيان حتى تولي حتى تكوعنا بواحد لاباط كيف ما تيبان لكم. عاد غادي نبداو نزيدوا الحليب شويه بشويه. بالنسبه لي انا هنايا درت نص طرو ديال الحليب، هنايا هو اللي غادي نزيد. من بعد غادي ناخذ واحد الفوي، يعني واحد الطراب اليدوي، وغادي نبدا كنحرك به مزيان باش ما يبقاوش عندي دوك الكريات نهائيا، ويولي عندي واحد الخليط متجانس. ما غاديش ندير العطريه دابا باش نصحح الضوء، حتى تبغي نطفي عليها. كيف ما تيبان لكم تتولي عندي انا كواحد الصلصه اللي هي شي شويه ثقيله، كنزيد عليها شويه ديال الفرماج موتزاريلا، ولا زيدوا عليها مثلثات الجبن اللي كان عندكم، وزيدوا شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال البودره ديال الثومه. هادو هما العطير اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للبطاطا قطعتها هكا على شكل ديال تشيبس كيف ما تتبان لكم، رقيقه بزاف. صافي وغادي ناخذ هكا بيشاميل وغادي نديرو عليها كيف ما كنقول لكم غراتان بجوج ديال المكونات، جد اقتصادي. خديت هكا بطاطا قطعتها رقيقه بالماكينه باش تعطيني هكا قطع رقيقه بزاف. صافي ممكن تقطعوها غير بيديكم، وغادي نزيد ديك صلصه البيشاميل بحال هكا من الفوق، تجي زوينه بزاف. من بعد غادي نصايبو واحد الكفته ديال الدنجال كيجي زوين بزاف. خديت هنا واحد جوج دنجالات شويتهم في الفران ولا شويهم فوق البوطه، وكنقطهم هكا على شكل مربعات صغيورين. كتجي هاد الكفته ديال الدنجال زوينه 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 بنينه بزاف، غادي تعجب وليداتكم. بالنسبه لما كيبغوش ياكلوا الدنجال ما غاديش يعرفوه نهائيا، غادي يعجبهم حيت غادي نديرو فيه واحد المذاقات اللي غادي يخليوه مختلف بزاف. غادي نقطع بحال هكا الدنجال، وغادي يعني نقطعو مزيان رقيق.
هنايا بالنسبه للشوموله غادي ناخذ هنايا قطع ديال البصله، يعني واحد نص بصله صغيره مقطعه مربعات، وغادي نديرو مطيشه وحده مقطعه مربعات، وشويه ديال قزبر ومعدنوس. غادي ناخذ لا شابلوغ هي اللي غادي نزيدو في هاد الكفته ديال الدنجال. غادي نعاود لكم دابا المقادير. غادي تاخذوا الدنجال، نص بصله، مطيشه مربعات، قزبر ومعدنوس، الخل، شويه ديال الملحه، الكمون، كمون خصو يكون شي شويه كتير، بحال شرمولة الحوت. وغادي ديرو التحميره، شويه ديال البزار، السودانيه خصهم يجيو حاضرين، تيجيو زوينين هكا مذاق ديال الحروض. وغادي نزيدو شويه تاع الزيت البلديه. صافو كنبقاو هكا كنحركو مزيان حتى تيتخلطوا لينا يعني جميع المواد باش خدامين. ممكن تزيدوا فيهم شويه ديال فرماج موتزاريلا باش يجيوكم معلكي الا كان متواجد عندكم. يعني كديروا بحال عطريه الحوت، يعني تتخلفقهم هكا مع الحوت كيجي زوين. من بعد غادي نبدا كنزيد لا شابلوغ، وغادي نزيد واحد البيضه باش غادي يتجمعوا ليا على شكل كريسات. غادي نبدا كنزيد فلاشا بلو، يعني حتى تنبدا تنقرص وكيتجمعوا ليا، ما كاينش واحد العبار اللي محدد، على حسب كل واحد يعني قداش دار الدنجال، واش صغير واش كبير. صافي غادي نزيد هاد البيضه، وغادي نبقى كنحرك مزيان ونزيد فلاشا بلو حتى تكون عندي يعني هكا كبيرات. من بعد غادي ناخذ هكا بحال كريسات، وغادي نبدا ندوزهم في دقيق الحرش، ولا دوزهم في لاشا بليغ، ولا في ولا الفورص. ممكن في هذه المرحله اما تقليوهم اما ديهم في الفرن، مي باش يكونوا صحيين ضروري خصنا نقليوهم، ضروري خصنا ندخلوهم للفرن. صافي هكا كندوزهم في دقيق الحرش، وكنديرهم في واحد اللاطه اللي تكون فرشه بواحد بابي كويسون باش ما يلصقوش ليكم. صافي ودخلوهم للفرن، دخلوهم يطيبوا على خاطرهم، كيجيو زوينين معلكين معلكين من الداخل، وكيجي داك الدنجال دايب، كيجي فيهم رائع بزاف. غير جربوهم ان شاء الله بهذه الطريقه، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. اخر مرحله هي غادي نصيبو فيها الحوت لما كيطيب حتى لاخر لحظه. غادي ناخذ انا هي خديت هذا الصول، تندير عليه هكا شويه ديال العصير ديال الحامض، وكندير زيت العود والملح والكمون. صافي هذه هي العطريه اللي كندير فيه، وكيجي بنين بزاف، واحد اللذه كتجي فيه غزال بزاف. غادي ناخذ هنايا غير الملح والكمون والخل وشويه ديال الزيت البلديه. صافي غادي نخلط كلشي مزيان، ونديرو فوق واحد اللاطه مفرشه بابي كويسون، وندخلو للفرن يطيب. صافي ما كيحتاج لا باش يتشرمل قبل لا والو، وكيجي بنين. بالنسبه لهاد الحوت كياخد في الفرن بين 7 دقائق ل 10 دقائق يكون مجهد الفرن، ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يقصحش. كيجي مقرمل وزوين بزاف، ممكن دوزوه في دقيق الفورص ولا الحرج عاد تدخلوه. انا هي اللي دخلته غير هكا، كيجي خفيف هادي. وغادي ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات كاملين وغادي يعجبوكم. بالنسبه للكغاتان اللي صايبنا غادي تدخلوه الفرن حتى هو يطيب من الفوق ومن التحت، وتضافقوا هكا مع الكفته ديال الدنجال. يعني كلشي كيطيب في الفرن، ما كتحتاجوش باش تعذبوا في القلي ولا شي حاجه. صافي وان شاء الله غادي تجيكم الوصفه ديالكم زوينه وغادي تعجبكم بزاف. كونوا على يقين راه غادي تعجبكم، يعني كيجيو المرافقات مع الحوت زوينين، واحد النكهات يجيو فيهم غزالين بزاف. جربوهم ان شاء الله وما غاديش تندموا.
الطبق ديالنا ها هو. وجا تشوفوا كيفاش تيجي زوين بزاف هذاك الكراتان، كيجي معلك 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 بديك بيشاميل اللي درنا عليه او الفرماج، وما الكفته ديال الدنجال كتجي تا هي رائعه، كنرفقها هكا بصوص باربيكيو ولا باي صلصه بغيتو، والحوت حتى هو كيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعه، والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.